أنا صاحب حق، أنا ابني شهيد الترف والاستهتار اللي قتلوا ابني أمهات وأبهات ومجتمع. هدول كلهم بدك تعاقبهم؟ بدي أعاقبهم، إيه بدي أعاقبهم وأقول كلمتي. ما راح حدا يسمعك، واسمك مجرم. فات الأوان يا هيثم، أنت بضرب ضياع. بعدين ريم شو جنبها؟ وأنا شو ذنبي حتى أخسرك؟ أنا أب انكسر وجد انقهر. يا هيثم، أنا كل اللي بقى يهرني بهالدنيا كم يوم، على الأقل لما بدي روح لا يكون قدامي ودي مكان على الأقل. لا تبوسني، خايف شفايفك تكون باردة. بتعرفي ماما كيندا؟ من زمان ما شفتك عم ترقصي. عم تحكي جد ماما؟ اي جد حبيبتي، جد. يعني كيف بدك يعني ارقص لك؟ بوقار؟ خير خير، سامع حديث ممنوعات بالبيت. اخ كلياتكم فهمانيني غلط. ماما يعني انت عن جد بدك يعني ارقص؟ ايه عن جد حبيبتي، ممنوع، بدنا نفرح. ايوه يلا قومي كندا، امك ناويه تنحرف اليوم. يلا كنودة، يلا يلا حبيبتي، يلا يلا. يلا ماما، يلا يلا غلطنا وفتنا على غير بيت. معقول الرقص ببيتنا؟ يلا ابو فراس عمية وسغل الظروف. وانت قلت الاخلي وشوف الرقص، رقص المدوزن لانه انا وزن. يلا ماما يلا. ايش العصر؟ العصر يبن عصر يا كلب. Oh, listen.
مرحبا فراس. لا ما فيني شيء، بس دير بالك ها، هجم علي قبل شوي ابو الجود وطبشني، والوالد طبشني. جمال اكيد اللي عم تحكي، عم معناته الشغله كثير كبيره. اسمع حبيبي، انتظرني بالشارع اللي ورا بيتكم. ايه هذا هو، يلا 10 دقايق بكون عندك انا. سلام. عم اشوف شو عامل فيك. لك وحياة عيونك لادعس لك فوق راسه. بس بتعرف شغله جمال؟ شو بك فراس؟ ليكون الدور علي، يعني قصدي ليكون ابو الجود هو اللي شوفوا ليه عم تطش بالحكي. لك انت فايت بمخك قصة ماجد؟ ما فهمت. ليكون ابو الجود هو اللي خاطفه لماجد، يعني من يوم ما طلع معه ما عدنا شفناه. العمى؟ والله بيعملها، يخرب بيته إلهي مثل البغل. هلا شو نساوي؟ العمى والله مصيبة، يعني إذا سكتنا بجوز يكون عامل له شي لماجد، وجاي الدور علي كمان، وإذا حكينا بننفضل. ومين عم يبعث الرسائل؟ ما في غيره، أبو الجود. والعمل؟ رح أبعث رسالة لماجد، إذا كان الموبايل مع أبو الجود رح نكشفه. كيف؟ لك سكوت خليني فكر. تعرف جمال؟ لازم أبعث رسالة إذا أراها أبو الجود يخاف ويتصل فينا، وإذا أراها ماجد يخاف هو التاني من الضيحة ويتصل فينا. فكرة. وين يا بي؟ شو ما في استئذان؟ وصلني حبيبي، وصلني. حبيبي ماني فاضي. ليش مو تاكسي انت؟ ايه بس مو تاكسي اللي خلفوه. خلص بعطيك اللي بدك يا يلا يلا. لك حبيبي حل عنا، لا تبقى استكرتك علينا كرمال الله. قلت لك ماني فاضي. انا مين بدي يوصلني؟ لك اشو بزرتك ونسيتك انا؟ ان شاء الله خدني، ان شاء الله دبرني، ان شاء الله. يا حبيبي على هالليلة، ولوين بدك تنقبر تروح؟ على البيت. وين هذا قصر يلدس تبعك؟ هونيك بالمزة. وقديش بتدفع؟ قديش بدك انت؟ 1000 ليرة. مشي دقيقة لأشوف الخانم إذا خلصت نمرتها ولا لا. مشي
متأكد على المزة ولا لا؟ لأنه ما معي غير نص ساعة بس. شوف بروح على المزة، إذا ما طلع بالمزة بجوز يطلع بمكان ثاني. يا حبيبي يا عم بمزح معك، عم بمزح معك بالمزة. أصبح ناولني الفرقة قبل ما نوصل لهنيك وتقول لي ما معي. ما في ثقة يعني؟ ما في ثقة خلاص. نوال نوال بتعرف سعدي؟ أطيب سندويشة فلافل باكلة بحياتي. صحة وهنا. بجد سعدي أنا كثير مبسوطة. الحمد لله. سعدي؟ طلع بعيوني. طلع. شو شايف فيهم؟ شايف أحلى عيون لأحلى صبية، ملانة، طهارة، وعفة، وجمال. شو شايف كمان؟ شايف وعم شم ريحتك كلها فلافل، امشي بقى. فلافل؟ سلامتك، بس صارت الساعة 10 ولسه ما فقت، قلت لفايقك ونشرب القهوة سوا. خير؟ مو على عادتك عيوني. ما في شيء أبداً، ليش مستغرب؟ لا أبداً ماني مستغرب. بتحب تشربها هون ولا بالصالون؟ لا هون. أكيد هون. هون وستين هون. وزني والله. وزني نجوى. يا نجوى يلا حبيبتي قوم نشرب القهوة. نجوى ايه فعلا غليظة، رح اعد لثلاثة واذا ما جيتي رح اشرب القهوة كلها لحالي. يعني شو بتتوقعي من واحد بيحب مرته كل هالحب اللي بحبك يا يلا حبيبتي. إيه والله والله بغار عليكي من نسمة الهواء. يلا حبيبتي قومي بقى. وشو بدك من ست شريفة؟ إذا تعرضت للتفاهات تعمل غير اللي أنا عملته. لا وخبرت جوزي كمان
طبعا حبيبتي عملتي كل الصح. لكن ليش هيك عم تساوي معي؟ يلا حبيبتي قومي البسي وروحي على شغلك. روح على شغلي؟ طبعا نجوى، رغم انه هذا الشيء رح يزعجني كثير ويخليني على اعصابي، بس لازم نلاقي حل لهالموضوع بهدوء قبل ما تتركي شغلك، لانه واحد مثل ابو فراس وسخ رح يسألك كثير، وانت بتعرفي مجتمعنا. بس انا ما بيهمني المجتمع، بيهمني انا وانت وبس. حبيبتي هذا الصنف الرخيص مثل ابو فراس اذا ما وصل لغايته ببلش يلفق تهم. ولا تنسي قصة 50,000، رغم اني بتأكد 100% انها كذب بكذب. طيب انا رح اجي لعندك وفهمك شو لازم نساوي. يقول مروان اذا ما كفوا المصاري اللي ياخذهم من امه ومصرياتك بابا رح يبيع سيارته ويحط مصرياته بالمشروع. لك يا ابني والله العظيم شو بدي اقول لك ما بعرف، انت ورفيق شو فهمتهم بهالشغله؟ بعدين كثير يعني كارلس ماني شغله محرزه. بابا هي مانا سماني، هاي سوبر ماركت كبيره وصاحبها متوفي وعنده اولاد صغار وبدهم يبيعوها. إيه لو فيها خير ما رماها الطير. شو يعني؟ لك يا ابني لو السوبر ماركت هاي ماشي حالة مثل ما عم تقول كان ألف مين يشاركهم فيها. طيب بابا روح شوفها وشوف منطقتها وبخبرتك انت حكم. ايه ابو وائل زينة العقل. دك شو اعل مع عقل انت التانية؟ هدول كار مو كار ما بيفهموا فيه. بابا مروان عم بيقلي انه في واحد رفيقه كتير بيحبه لمروان، هو اللي عرض علينا الفكرة، هو اللي عرفنا على تجار الجملة، هو اللي حيدير باله علينا حتى نتعلم المصلحة. لك يا ابني اذا ابوه مو داير باله عليه بده يدير باله على رفيقه؟ غلطان انا شيء؟ لا بابا ما أنا غلطان، بس هي مصلحة سهلة وفينا نتعلمها. لك ابني بيقول المثل مين ترك كارو قل مقداره. يعني كار الكومجي هي كاري أنا؟ لك ابني الكومجي مو كارك بس كاري أنا. يا حبيبي يا عيوني إذا ما مشي الشغل معك ألف واحد بعرفه بيساعدنا. لك ابني قصة السمنة والرز والسكر والشاي أنا شو فهمني فيها؟ يعني هالقرشين يلي مصمدينه معقول نروح عن كار اسماني؟ لك ابني عجبك يا خانم؟ الظاهر حديثي كله مو عاجبه لابنك. صلي على النبي يا ابو وائل، صلي على النبي. اللهم صلي على محمد وآل محمد. لك شو هذا العمى؟ وشك صاير مثل خريطة؟ لك شو بوشك؟ ما دخلك، ما في شيء. ايه؟ يلا. مشان تبطل تعمل رجال. انا رجال غصب عنك ولا؟ انت رجال انت؟ رجال ونص كمان. يلا يا سميرة بسرعة معك. يلا جاهز. مرت على رسالة؟ مرت. خلي عليك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، خير. البنت صار لها شيء؟ بدنا نحكي هيك على الواقف سيد أبو معجة؟ لا حبيبتي، تفضلي. تفضلي. Thank you.
خير أبو فراس. بس على ما يبدو لسه ما خلصنا. طيب بتأمر لي شيء ثاني؟ لا شكرا، بس اكيد بدي اشوف الباشا. شو بها هي؟ شايفة مرتاحة على غير عادتها؟ شو قصة؟ يكون حدا فايت على الخط معقول تكون عملتها؟ حالي ما رح تكون وازنة. وأكثر من هيك ما بعرف شو بدي لكم. الله بيشهد إني حبيتكم وخايفة على سمعتكم. تعرفي مدام يعني عدل الفضيحة، الحكم اللي رح يتعرض له منكم مو لعبة، رح ينحبس فيها مو أقل من 10 سنين. أنا عملت واجبي. هذا الدكتور اللي حكيتي عنه، أنت واثقة منه؟ طبعاً سيد أبو ماجد. طيب تفهمي أنت وسميرة وأنا جاهز لطلباتكم. الله يسامحك يا ماجد، كسرتني. لا تواخذيني، تفضلي. يسلموا يديك يا بابا. حبيب بابا، اسمعي مني ورجعي على شغلك. لأنه إذا هيثم ما هو يغير الشيء اللي بباله، أنت ما رح تقدري تعملي شيء. بالعكس يا بابا، هيثم بحاجة لمين يساعده ويوقف جنبه، وإذا مو أنا عملت هذا الشيء ما حدا بيحسن يعمله. لك بابا، هيثم عنيد كتير بس بحبني، والحب بيعمل المعجزات. ألو مرحبا. بالله حضرتكم حاطين إعلان بالجريدة مشان سكرتيرة، فيني أعرف شو المعاش؟ لا لا ابدا، ماني مستعجله على المعاش. انتوا كاتبين بالمجله انه تكون حسنه المظهر. شهادتي معي بكالوريا. بعرف ما بتكفي، عم بمزح معك، بس يعني كيف بدي اعرف شو كمان بدكم طلبات. اي طيب ماشي، شكرا، مع السلامه. يا حبيبي بكالوريا ما عجبك؟ ليش أنا أصلاً معي بكالوريا؟ وكمان كمبيوتر، لغة، ليش بدكم سكرتيرة ولا وزيرة؟ تعالي هون يا كستيل، تعالي هون. شبا شبا شبا، فلشتي يا بنت. بتعرفي ليش ما عطوها جلاءة؟ لا ما بعرف. لأن راسمة بالفصل الأول. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ تعالي هون، عيونها لقلعون. والله ما تمد إيدك عليها، والله لا أخذ وهج من هالبلد ما تعرف إلا طريق. يا بنت الحلال، البنت راسمة. أمي روحي يا عمري، روحي لأوضتك يا قلبي، روحي. يا ابن الحلال، وإذا راسمة بكرة بتجتهد وبتنجح ودخيلك بلا لهالعلم بكرة بتتجوز. ما اختلفنا، تتجوز، بس شو بمنع انه تكون متعلمة؟ بنتك حلوة، شو بدها تستفيد من العلم؟ لإيش العلم؟ بنتك قمر مصور، وهذا اللي رح يفيدها، وبكرة بتشوف. انت شو جابك هلا؟ هذا انت؟ والله نقصتيني، أنا نسيت الشنطاية رجعت عشان آخذها. بالله شو؟ إيه؟ ودخيلك شو فيها هالشنطاية؟ ولا أنتوا المثقفين ما بتعرفوا تمشوا بدون شناتيكم؟ يا عيوني، هاي الشنطاية فيها كل أوراق شغلي. بالله؟ إيه؟ شرف خدها، دخيلك شو مثقف. أنا مثقف؟ لك خدها هلا خلصني. خلص لا تعصبي مثل ما بدك. حبيبتي انا رايح، بدك شيء؟ ولك روح خلصني بقى. مر معلم، في شيء؟
في شيء معلم؟ خير ان شاء الله. انت هالايام مالك عاجبني، خير؟ ما في شيء معلم، ليش انا قصرت بشيء لا سمح الله؟ لا بس بالعاده كنت استعمل ذكائك، وانت اذا كان فيك شيء حلو فهو ذكائك يا عيوني. اي والله مزبوط يا معلم، بس انت بس امور وجربني. هات لشوف، شوف في شيء غريب بالمكتب. غريب بهالمكتب يعني؟ والله ما يعني معلم صعبتها شوي، يا ريت تحدد لي شيء معين يعني. نجوى. نجوى بسيطة هيك سهلة معلم. شلون يا غبي؟ هات لشوف. خليني اياك يا معلم، يعني الحقيقة الست نجوى اليوم يعني شلون بدي اقول لك، مو مثل كل يوم. كيف يعني؟ قلتلي كيف يعني؟ يعني هي صايرة عصبية، يعني ما تواخذني بهالكلمة انه هلا بدون مقدمات لك غبي. يعني صايرة لئيمة وعم تقاتل دبان وشها. هود احكي لي شو صار من الصبح لهلا عيوني؟ شو صار يا ابو الزوز؟ شو صار يا ابو الزوز؟ عم تدلي حالك هلا لغبي؟ اللي شو صار احسن ما اقول لك؟ معلم شغلي وحدة ما في غير. شفت شلون نظرتي فيك بمحلها يا عيوني؟ ليش الزكي بده 100 شغلة لحتى يفهمها؟ احكي عيوني لشوف، احكي روحي احكي. شو صار يا ابو الزوز؟ شو صار؟ يعني بفهم منك انه الشاب ما عنده اي شيء يدل على شخصيته؟ ابدا سيدي. كيف وضعه الصحي؟ سيء جدا سيدي. الشاب بين الحياة والموت. ما حكى اي كلمة نستفيد منها؟ أبدا سيدي. طيب ما في أي بلاغ عن فقدان شاب بنفس الأوصاف؟ لا الساعة ما في سيدي، بس سيدي نحن لقينا جنب الريجار باكيت دخان وقداحة، ممكن تكون بتخص الفاعل أو بتخصه له، لأنه رأي الطبيب الشرعي أنه حصل شجار قبل ما ينزت الشاب بالريجار. إيه وبعدين عيوني؟ بعدين اتصلت بجوزها على التليفون وكانت كتير مبسوطة، وقالت له لا تخاف علي انا نجوى هيك. وما سمعت شو حكيت معه بالتليفون؟ ايه لانه انا كنت واقف ورا الباب. معلم الله وكيلك، كله مشان مصلحه المكتب. مفهوم. وبعدين يا عيوني؟ خلصت المخابره وسكرت. وبعدين؟ بس خلصت القصه معلم. برايك من شو كان خايف عليها هو لحتى عم تقول له لا تخاف علي؟ والله الله والعليم يا معلم، خايفه من واحد هون بالمكتب. ليش؟ لانه شو قالت له لجوزها على التليفون؟ قالت له لا تخاف علي، لسه المحتال ما وصل. ومين كان لسه ما اجى على المكتب؟ سيد خالد. ومين كمان؟ ما حدا معلم، يعني ما انتبهت، لانه انا يعني هالقصه كلها صارت قبل ما تجوا حضرتكم بشي ربع ساعه. مفهوم. انصرف. تبرونا شيء معلم؟ لا ابدا. زهير، مين كان يدلعك ويقول لك ابو الزوز؟ شو رايكم سيدي؟ ننشر صورته بالجريده؟ بكير، انتظر شوي، بجوز يطرأ شيء جديد. ولا تنسى انه في عنا بلاغ من فاعل خير والسر عنده، وبجوز نشر الصورة يخليه يختفي وما يعود يبادر ابدا. طيب تأمرني بشي تاني سيدي؟ خبرني بأي شيء جديد بيصير معك. حاضر سيدي. يسعد صباحك دكتور. يا صباح النور. أهلين دكتور. أبو ماهر أجل لي موضوع الأرض شي وقت. يعني على رأسي دكتور، بس يعني غض النظر. لا ما قلت لك غض النظر، قلت لك يومين ثلاثة بس. خلص أجلهم شوي هلا، أنا أفكر أرجع أشتغل بالمشفى وأرجع أفتح عيادتي. شو رأيك أبو ماهر؟ بتعمل زينة العقل دكتور. وشو رأيك ترجع تشتغل عندي بعد دوام المشفى؟ الله
الله لا يحرمني اياك يا دكتور، بس الظرف. لا الظرف هلا كثير كثير مناسب. خلينا نمشي، انا بروح على المشفى وانت روح شوف لي موضوع السياره اللي عملت فيها الحادث، كثير كرهانه بدي بيها. يلا على راسي. ايه هلا احكي لي شو اللي صار، كل شوي تحكي لي شعفه. يلا. ايه مثل ما عم اقول لك سعدي، نادالي بس فتت تراجع فجاه، قال لي بدي اعطيكي شويه ورق بس شايف حالي ما خلصت منه. نجوى، ممكن هالشيطان يكون حس انك حكيتي لي؟ والله ما بعرف. شلون بده يحس؟ شو بيقرا عجبين؟ اسمعي، المهم هلا انك تديري بالك من هالابن الحرام لبين ما نخلص من هالقصه بقى. خلص حبيبي خلص، تكرم عينك. شو العمل هلا؟ شو رايك نحكي لابو ماجد؟ شو بدنا نقول له؟ ابنك ماجد خطفه ابو الجود. المصيبه يطلع لا خاطفه ولا شيء وننفضح. ولي ولي ولي، والله ابي بيقطع راسي والله. لكن المشكله انه موبايله لماجد مطفي من وقت ما بعتنا الرساله لابو الجود. فراس، شو رايك اليوم نضل قاعدين ببيتكم وما نطلع لبكره؟ بركي بيكون ماجد بيان. ليش؟ مشان ما يسناولك ابو الجود مثل ما سناولني. هي ما فشار والله بكسر له ايده. والله ما عرفتك. اسمح لي، معناته ما بتعرفه لابو الجود، ايده مثل المزربه. قوم حبيبي قوم، قوم خلينا نقعد ببيتكم احسن لنا. بقوم بس مو خوف منه. بضاي احسن بيك يا ابو الجود. تفضل يورجيكي على اوضتك. ابو ماجد مع مين عم تحكي؟ مع مين بدي احكي يعني؟ مع ماجد، قلبي عليه مثل النار. وانا كمان. طب ما بعرف يعني شو رايك نتصل بالشرطه؟ شو بدنا نقول لهم؟ ابننا عامل مصيبه هربان، ما بكفي فضيحتنا قدام الممرضه، والله لو تمص دمنا. ما فشريت، استنى علي بس لنخلص من قصه نايف ونعمل العمليه وبعدين نلاقي لها صرفه. خارج تغطيه، خارج تغطيه. ماما، كل هالعياط اللي عيطوا عليكي امبارح بابا بسببي. حبيبتي لا تاكلي هم، المهم مش الحال. ليش تاركه منال لحالها؟ يعني كل هالعياط بسبب دروس الجيتار. ماما انا كان بدي اياكي تسجلي بالمعهد، بس بتعرفي عقل ابوكي اما رضي. قمت لقيت انه تيجي معلمه على البيت وتعطيكي دروس، هذا احسن حل. وافق وخلص الحمد لله خلصت المشكلة. ما قلتي لي وين بدك تروحي انت ومنال؟ ما بدي اروح على محل، بدي اقعد معك. حابة صراحة. مبسوط كتير بقرارك، يعني رجعتك على الشغل راح تساعدك كتير على تجاوز المحنة. إن شاء الله خير. صحيح شو صاير بالمشفى؟ أمن وشرطة، شو القصة؟ جايبين شاب مطلعينه من الريجار، بس فعلا حالته مرعبة. يعني وقع بالريجار؟ لا لا ما بظن، يمكن إنه محاولة قتل. على كل في تكتم شديد عن الموضوع. طيب وعرفتوا شو قصته؟ ما في شيء مهم، كل اللي عرفناه انه الشاب بين الموت والحياة. يعني لساته عايش؟ ايه عايش، ليش هيك استغربت؟ لا بس كلمة الريجار يعني كلمة مرعبة، ما معقول واحد يوقع بالريجار ويطلع عايش. كل الأحوال الدنيا قايمة قاعدة بشغله. عرفت مين هو؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، واضح إنه في تكتم شديد عن الموضوع، يعني حتى الطبيب المشرف ما عم يحكي شيء.
قصة غريبة. طيب دكتور، أنا رايح، بدك شيء؟ لوين؟ مع الأساس راجع عشان. معلش، بدي أشوف الإدارة لسه وإجازتي. يلا بشوفك دكتور. مع السلامة. وضروري كل المهديات؟ مضطرين سيادة الرائد، لأن الولد مجرد ما عم يصحصح صريخ وعم يعبي المستشفى، ومين ما عم يشوف عم يرتعب. ولا إمتى هالحالة؟ ما بعرف، بس أنا بقترح تنقلوه لمشفى أمراض عصبية ويكون تحت إشراف طبيب مختص. ليش؟ لأنه حالته الصحية غير مستقرة، وبعتقد إنه المشكلة هون. يعني قصدك الولد جن؟ ما فيني أجزم، بس لازم عناية عصبية وطبيب أخصائي بهالمجال. طيب دكتور لو سمحت، يعني حتى لو صحي الولد ما رح استفيد منه شيء برأيك؟ بعتقد لا، ما رح استفيد شيء. كيف فاطتي الحلوة اليوم؟ ماني مبسوطة. يبعث لي حمام. ليش يا قلبي؟ بعيد الشر، بس كندا ما رضيت تجي معي. ولا يهمك حبيبتي، ولا يهمك، نطلع سوا. أنا لحالي معكم أنتم الاثنين؟ وصلوني على الكافتيريا وخذوا السيارة. بس ليش ما اجت كندا؟ أما ما خلتها تجي، بس رح تجي المرة الجاية. خلص لكان ما في مشكلة، طلع سوق على. خير. أهلا، ليش تأخرت؟ بالشغل يعني، ليش بدي أتأخر؟ غالية وين بجارتي؟ شوفها عندك. ما لقيتها، ممكن أعرف وينها؟ يعني وين بدك تكون؟ قلت لك شوفها بقط النوم، لازم انا كل شيء اجيب لك اياه يعني؟ ويعني لازم انا ادور عليها ساعه لحتى الاقيها؟ مو لازم يكون لها مكان محدد؟ شو قلت شيء غريب لحتى تطلعي فيني هيك؟ اه؟ مو هذا شيء طبيعي؟ ايوه. ديكي والله عالية خالد. تعرفي ماما، عم حاول اقرا مثلك بس ما بيطلع بايدي، يعني هيك دغري عم بدي اخلقي. يمكن لانك ما عم تختاري الكتاب اللي بيناسب عمرك. حاولت اقرا بكتبك لاني حابه اطلع مثلك. حبيبتي كنوده، انا جبت لك قصص حلوه كثير بس ما شفتك قريتيهم. ماما ما حبيته. حق معك، الظاهر انت لازم تروحي على المكتبه وتختاري الكتب على ذوقك. كنوده، ما قلتي لي وين كنتي رايحه انت؟ ماما ولا على المحل، يعني كنا رايحين نتمشى وبس. صدقتك حبيبتي. كنودة، في حديث بدي أحكيه معك ويمكن هلأ صار وقته. خير ماما؟ في شي؟ ماما أنت صرتي صبية، يعني كبرتي شوي مو كتير، بس يعني أكيد عم بيصير معك مثل ما عم بيصير مع هالصبايا اللي بعمرك. واللي بدي أطلبه منك حبيبتي إنك تكوني صادقة وصريحة معي، وأوعى تفكري بيوم من الأيام إني رح كون أم قاسية وما أتفهمك. إيه ماما، بس ماما حبيبتي أنا عم استبق الأحداث، يعني أنت حلوة وصغيرة وقلبك طيب، وأنا خايفة من شرفيقة يعني هيك تكون شريرة
أو شي حدا يضحك عليكي. بقى إذا تصارحنا وصرنا رفقات، يعني أنت بتستفيدي من خبرتي وأنا بقدر أعرف شو عم بيصير مع الصبايا اللي مثل عمرك. شو ماما؟ اتفقنا؟ مساء الخير دكتور. ليش تأخرت هلا؟ عجل سير دكتور. شو صار موضوع الأرض؟ دكتور مو أنت قلت لي تغير أسواق؟ غيرت رأيك، تعال لك. تفضل. لا تي أسواقي. ضلك حاول مع أبوك ولا تزعل. لك رح تجنني أنت. كل ما بتحكي معي بتقول لي دير بالك على أمك، لا تزعل أبوك، إيش قصتك أنت؟ شو قصتي؟ ليش اللي عم بحكي غلط؟ إيه لا سيدي، اللي عم تعمله غلط. ليش اللي عم بعمله بإيدي؟ كيف يعني مو بإيدك؟ أنا كل شي بحياتي انفرض علي فرض. ما فهمت. شايف هذا الحوار أو الصراع مثل ما أنت بتسميه بينك وبين أبوك، بغض النظر مين الصح ومين الغلط. إيه. حتى هذا الشي أنا انحرمته. شايف هذا البيت؟ كتير من الشباب اللي بعمرنا يا سيدي، وفي عائلات كمان بيحسدوني عليه. إيه. والسيارة والمصاري وكل شي بحياتي انفرض علي فرض، ما كان لي فيه أي خيار. يعني اشتروا لك ياهم بالزور؟ إيه يا سيدي، أنا بتمنى يجي حدا ويعمل معي هيك. لا يا سيدي، ما رح تقبل، ما رح تقبله قد بكون هذا الشيء الوحيد اللي بيحسدوا يقدموا لك اياه. فكر بكلامي منيح وائل. ولك لعم على هالعيشه. شبك شو فيك؟ انا شبني ولا انت فايت من بابا عم تقول يا شر الشتر؟ أنا مو صحيح، بس أنا ما عم بقدر عبّر. شو؟ تعبّر؟ يا حبيبي، هلا شو بدك تعبّر؟ والله في شغلات عم تصير مالي رأي فيها. نعم؟ شو قلت حبيبي؟ سمعني، سمعني، اضربني. صحيح مثل ما بيقول المثل، مقصر؟ أوعك تكمليها يا غالية، كل شيء إلا قلة أدب. ها؟ أنا قلة أدب؟ لك عن شو هذا الكلام اللي عم تحكيه؟ بعدين أنا بشو مقصر؟ ها؟ مش عليك العشرة لحتى ترضي، بس الظاهر انك انت ما بيرضيك شيء. ايه برافو عليك، قول كمان انبحت ولك طلعت عيونك لاخذتني، مشان هيك عم تقهرمني هلا؟ انا عم اهرم فيكي. شو؟ لك كمان مالك حاسس؟ مرة بتعيرني باهلي، ومرة انه عم تشعلي اصابيعك العشرة، ومرة بلامتي، لك ومرة... انا هيك عم ساوي يا غالية، انا هيك. لك ايه انت؟ اسمع خالد، انا معك مستعد اعيش بمنيتك وذلك، انا رايحة لبيت اهلي، الحمد لله انه لي بيت اهلي حوني.